صباح النور عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده. هذا النهار يا ربي بغيت ندير الغداء وجدت كل شيء، جبت الجميله في الحقيقه، جبت هذه الاولى. هذه ما كانش هذا هو الفيديو، ولكن تقلب هذا الفيديو ما كنتش عوال عليه. شوفوا كي دايره، ما عرفتوش تتبان لكم زرقاء، شوفوا من الجناب ديالها هنايا شفتوها. نتمنى تكون باينه لكم، انا تتبان لي مسخه، يعني هذه الجميله مسخه، شللتها بشويه ديال الماء. يلا بغيت ندير فيها، وانا نعقب قلت ناقص، قلت راه نجيب الاخرى، ها الاخرى تاع هي اكثر منها، شفتوا كي دايره ها هي صافي. وانا ندير دابا مناقص، اش غندير؟ غنغسل بعدا، انا ما كنحملش الماء عندها كيكونوا مسخين ونشقى فيهم، ولو انني دائما كنغسل يوميا المقراج تاع هو راه مع ملي فتح جاكم وداكشي ما بقيتش ديتها فيه، ما بقيت كاع كنغسلها كنشلل دغيا وداكشي. ولا كلشي توسخ لعدي، هاد تكون شي 10 ايام ولا 15 يوم دابا ما نظفش مزيان، يعني داك التنظيف عميق، ماشي كنديرو مره على شحال، ولا كندير كلشي مره واحده، كندير تقريبا يوميا ولا نهاريا ونهار لا، وتبقاو المعنى دائما نقيين. غندير هذه هي الاولى دابا باش غنبدا، هانتوما تنشد غا الطنجره وغندير فيها شويه ديال الصابون ديال الماعن، الصابون اللي كتستعملو ديال الماعن داك ليكيدو، كنشري ماركه زوينه باش ما كديرش بيو، حتى هو زوين ما كيضرنيش في يديا، ما كيدير لي لا مشكل حتى شي حاجه، يعني واخا نغسل شحال من مره في النهار. وغادي ندير معاه بيكربونات الصوديوم، مشاركه معكم هذه الوصفه شحال من مره شويه. وغادي ندير معاه الحامض هكا، غنعصر غير على حساب هذه دابا، وغادي نشارك معكم كل شيء من بعد. وغنجيب هذه الشبكه، هذه الشبكه رطبه ماشي حرشه كتشرط، واخا دوزو على الماعن ما كتشرطهمش، هذه واحد النوع راه كيرطب وكاين داك القاصح. وغادي ندير هكا، غنغسلها مزيان هنايا، ندوز عليها من برا ومن الداخل، ما كتبدلوش شي مجهود ولا كتحكو ولا شي حاجه، المهم مع هاد المكونات اللي درت خاصهم يدوزوا على هاد الطنجره كلها. نحاول نهز من هيها، ندير هادي لتحت هنايا، هاد الشويه اللي درت، وغادي ندوزوا عليها كلها. انا كندير هادشي دائما تقريبا كما قلت لكم، هادو الشيء مع كنستعملهم يوميا، كندير لهم دائما هكا. لما درتش اليوم مثلا كنت مزروبه ولا شي حاجه، كنرش عليها غير الخل، الخل كيحيد كلشي دغيا، بلا ما بغيتش نبقى نحك هكا بيكربونات وداكشي حتى الغد لي، الغد لي كنحك مزيان على كنت مزروبه. اما انا ما كنتش مزروبه، انا معنات كنعطيهم تما وقتهم، كنعطيهم الخاطر باش نغسلهم مزيان وننظفهم باش تيبقاو دائما جدادين. انا كنشوف الوحده عندي المعنات كتقول لي المعنات كزوينين ونقيين وداكشي، لان السر هو هذا، هذا هو السر، انكم تغسلوهم دائما، الماعون كتشقاو فيه كتغسلوه. صافي دابا انا كملت هذا، ما قطعتش معكم هذا الفيديو هذه اللقطه هذه باش يعني تشوفوا هذا الشيء اللي درت دابا، باش تشوفوا النتيجه ديالو. نتمنى يكون واضح لكم، سي في دي لا ديفيرونس جاكم، سولت جاكم واش كاين شي فرق، شوفوا شفتوا كي ولات تتشعل، لا لا بغيت فرق كبير تيبان ليا انايا هنايا عن قرب، ها شفتوها، لا من برا ولا من الداخل. صافي دابا غادي ندوز للغديوه ديالي، المهم وريت لكم هاد الحيله هادي هكا ديروها. غنشفها دابا ونمسحها من هنايا هكا صافي، وغادي ندوزو للغديوه ديالنا. ها هي تغلقات هي من بعد نغسلها، نرجع هادشي غادي نديه حتى من بعد نغسلو. غنجي هنايا لهاد الطنجره نيت، ما قطعتش الفيديو معكم، غادي ندير غندير فيها شويه ديال الزيت، وغندير فيها البصله. ها هي عندي واحد البصله راه صغيره ديك حمراء ديال الطروبيه هكا، حكيتها مزيان هنايا. وغادي ندير معاها واحد هكا نص طاسه ديال العدس، غسلته حتى هو درته هنايا، وغادي ندير معاها شويه ديال المعدنوس ها هو، وغادي ندير معاهم واحد جوج حبات ديال الجزر، نقسمهم غير هكا في الطول بهذا الشكل هذا، وبطاطا حتى هي بنفس العمليه، غنشدها غادي نقسمها هكا في الطول، نزيد نقسم هذه عاوتاني. وغندير دابا العطريه، نحيد هذا الشيء كله، ندير العطريه.
صافي. تندير معاه شويه ديال الملح، شويه ديال الكركم، شويه ديال سكينجبير. الحار ما غنديروش اليوم، عندي واحد فيزيتا ما خصنيش كاع نقيس الحار، شحال هادي ما تنقيسوش كاع، ولكن دابا اكثر صافي. وغادي ندير واحد شويه ديال الصلصه ديال الطماطم، اللي عندها مطيشه تحك واحد الحبه، غندير غير هكا صافي. نخلط هذا الشيء بهذا الشكل هذا، مباشره مقراج. دائما انا المقراجه كنستعملو يوميا على الاقل واحد جوج مرات في النهار. المقراجه هو دايره فيه الماء، نغطي كل شيء مزيان بهذا الشكل هذا، وغنوري لكم المقراج حتى هو اش فيه، واش تتشربوه يوميا. هنا غنوري لكم بعدا المقراج، كيما نبدا هذا الشيء. شوفوا معايا المقراج، شوفوا من الداخل ديالو كيفاش داير، شفتوا كي داير بالكالكار، كالكير الكالكار لا ميم شوز بالطاليه ديال الفرنسي. شفتوا كي داير من الداخل ديالو، ها هو شفتوا كي داير، يعني راه تيتحيد دغيا لان كنغسلو باستمرار. ما راه كاينين شي مقارج راه داير فيهم بحال الصخر، لاصق فيهم داك سميتو الكالكار. المهم هانتوما ما تخليوش يتراكم هكا، ويولي حتى يوصل لكم لهاد الدرجه، راه غير البلاصه فين كيوصل الماء باش كنعمر اتاي دائما فاش كنديرو، ولا كندير هكاك داك الليطرو وتيبقى الفوقاني نقي، يعني ما كيوصلوش. اللي بغات دير، راه دايره معكم واحد الطريقه ديال الخل، اللي عندها الخل، لان الاخوات كاينين اللي ما عندهمش الخل، اللي عندها الخل دير الخل، اللي ما عندهاش الخل الحامض، هاو الحامض ملي يكون عندكم هكا غادي تشدو وغادي تعصرو بهذه الطريقه هذه هكا. وغادي نديرو هنايا شويه هكا، وغادي ندير معاه بيكربونات الصوديوم. هاي الا كان عندكم الخل ديروا فيه غير الخل وشعلوا عليه النار وخلوه، شوفوا كي تتفاعل، شفتوا التفاعل ديالهم بجوج، ها هو. ما غاش نقطع معكم حتى هاد اللقطه باش غتشوفوا مزيان. هادي سريعه ها، دابا ما كملاش جوج ديال الثواني اللي دازوا على هاد اللقطه هادي. ها نتوما ما تنقطعش معكم دائما الفيديو، بغيت عا باش نوري لكم غنخويه، ها هو هادشي ما غاديش نضيعو، غيبقى هادي نشوفو فين نحطو. طيب ها نحطو هنايا هكا اوكي، وغنشلو دابا باش غتشوفو معايا ندير دغيا مشى كلشي هداكشي. والله القسم الا كثر من 10 ايام هذا ما غسلتوش كثر، شفتو كي ولا من الداخل ديالو. بغيت غير نوري لكم كيفاش تنظف، راه باقي ما نظفتوش مزيان، بغيت نوري لكم الوقت وكل شيء بلي راه دغيا كيطير هذاك الشيء. شفتو ما بقاش فيه من الداخل، باقي ما حكيتوش من هنا عاوتاني مازال من الجوانب ديالو، غادي نرجع ليه دابا هذا الشيء. بغيت غير نوري لكم الوقت بلي راه دغيا كيطير، يعني بلا ما تبدلوا لا مجهود، ما كنحك ما كنبرك ما حتى شي حاجه هكا. هادي شدوها حتى هي كاع هذا الشيء، القشور ديال الحامض ما تربيوهمش، تقلبوا على هذيك الاشياء هكاك تحكوا بها. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الخل، اللي عنده الخل تخوي فيه الخل، تشعل عليه البوطه وتخليه يغلي صافي، وها هو واجد. عمر لي الخل حتى الفوق ديالو البراد، نفس العمليه بلا صابون، انا ما كنغسلش هذا الشيء من الداخل، لا سميتو البرارد لا حتى شي حاجه من الداخل اللي كيشربوا ليا سميتو الصابون هكاك، ما تنديرش ليهم صافي. من الفوق عاوتاني نفس العمليه غنحكوا هنا. شوفوا معايا من بعد ما لمعت هاد الكويميله الصغيره، ها هي شوفوا كي ولات كانت كاع مضبضبه من الداخل ديالها، والكوكو حتى هي حيدت ليها هاد الفيس ديالها ودرت ليها كاع من هنا مزيان، غسلتها من الداخل هاد الغطايه ديال الكويميله. شوفوا المقراج كي تيولي ما شاء الله، شفتوا المقراج، غنخرج برا للضو باش تشوفوه مزيان. ها انتم خرجتو لكم البالكون باش يبان لكم، شفتوا كي تيولي المقراج راه تيولي تيشعل، تشوفوا فيه وجوهكم من الداخل ديالو. ها نتمنى يكون واضح لكم مزيان باين هكا المقراج، خصوصا المقراج نتمنى انكم تبقاو ديروه على الاقل مره في السيمانه على الاقل، باش يبقى لكم دائما جديد، ما تخليوش تيتراكم تيولي بحال الصخر فيه لداخل. الكوكو حتى هي ها هي ما نشفتهمش راهم باقين هكاك صافي. دابا غادي ندوز للفرشيطات، فرشيطات ضروري خاصهم يداروا، هذوك تنساهم. هاد الطنجره جبت هاد سميتها هاد المقله، حاولوا ديروا شي مقله هكا، الا ما عندكمش ديروا كميله. نشوفوا العدس فين وصل، ها هو العدس تيطبخ ما شاء الله، شفتوه بونا بونا باقي ما طاب. هذا كنعطيه ساعه وكنخليه كنساه،
ما عنديش اللفت الحار، كيجي فيه واعر، كيعجبني اللفت الحار داك سميتو المحفور، ولكن ما كاينش دوماج. غنجيب المقلاة هكا كيف ما تشوفوا معايا، الا عندكم هذا، الا ما عندكمش ديروا قميلة ولا برمة ولا شي حاجة، ما ديروش دوك ديال سميتو اللي انت دايرين، انت كحلين من الداخل ولا حمرين ولا شي حاجة، حاولوا ديروا هذا، منها كتنظف ومنها كيتنظفوا مزيان. وغادي نضيف ليهم الخل، اي خل عندكم متوفر هكا، شفتوا تنغطيهمش كاملين، غير القياس تقريبا شي نص كاس. وغندير ليهم بيكربونات الصوديوم دائما، اللي ما عندهاش الحامض ها طحن الحامض بقشورو بكل شيء ليه، حامضه تشدو وديرها في مولينكس طحنها مزيان كامله، وملي تطحن ليها دير معاها بيكربونات الصوديوم. هاك غندير هذه حتى هي صافي، غنخليهم هنا. اللي ما عندهاش كاع هذا الشيء دير جافيل، غتشد جافيل وغديرو، واخا ما خصوش يدار، ولكن اللي ما عندهاش هذا الشيء غديرو، غدير جافيل، وملي غادي يتنقاو ليها تخليهم يغليو هكا، ملي غادي يتنقاو ليها بجافيل يوليو يشعلو مزيان ديك الساعه يبيضو، غتشد عاوتاني الماء وغدير فيه واحد نص حامضه تقسمها وديرها مع الماء وتخليهم يغليو في داك الماء والحامض بوحدهم باش يتحيد ليهم هذاك جافيل ما يبقاش لاصق فيهم. غنخليهم دابا هنايا يغليو واحد 10 ديال الدقائق، كندورهم دائما هنا، راه دورتهم شحال من مره، دابا بغيت نحيدهم هكا. غنطفي البوطه وغنجي هنا غنسد هذا وغادي نخويهم. شوفوا المقله كيف تتولي، غتتنقى مزيان المقله ها. شوف واش اللي صار، كي كانت الاول حالتها مازال ما حكيتها، دابا ما كاين شي حاجه. غندير لها شويه ديال الصابون هكا وغندوز عليها دابا بهذا الشكل هذا، غنوضعها هنا ونبدا دابا نهز هادو هكا وندوز عليهم وحده بوحده. فرشيطات راه تيشدو هنا الوسخ ها، راه كاينين شي فرشيطات الا مشيتو للمطاعم راه اش غنقول لكم، لا اله الا الله وصافي كحليب والماس تاهما تيكونوا الجناب ديالهم كاع كحليب. حاولوا تدوزوا عليهم هكا دابا التيت، تحيدوا لهم هذاك الشيء ديال سميتو المكونات. كما قلت لكم اللي غلاتهم بجافيل دير لهم الماء، دير ليهم الماء وتطلق فيهم وتخليهم يغلي مع واحد الطريف ديال الحامض، لما عندهاش البرتقال ولا غير باش تحيد ليهم هذيك الريحه ديال الجافيل ما تبقاش فيهم. غنشللهم دابا شوفوا معايا هنايا تيوليو ها، راكم ما ياكلش شي معلقه اخرى الا في هذا، هادو راه باقيين جداد، هادو راه يلاه حلينا هاد الباكو ديالهم، وهادو هانتوما شوفو هاد شتو كتي يوليو تيوليو المعالق تيشعلو. شوفو الفرشيطات تاع هما تيوليو تيوليو جدادين نقيين تيشعلو، يعني بطريقة سهلة مرة ديروهم، وعلى الأقل واخا مرة في الشهر كاع، إلا ما كنتوش ديروهم مرة في الشهر. صافي غنغسلهم دابا غنشفهم غنرجعهم لبلاصتهم. غسلت المعينات بالزربة، طفيت على العدس وريتوش لكم، ترجع نوري لكم، غادي عندي الفيزيتا أنا غنوري لكم الوقت شحال الجو جورنو الوقت سميتو الجو مزعزع اش قال هذاك حربق، انا نوري لكم وبارد الحال، باقي نلبسوا لي بوطو جاكيطات والله القسم. هانتوما وحده 52 قريبه جوج 17 درجه الحراره، شتيوه جينا شتيوه، هي بدات البرد، الناس خارجين بالباغابلوي، شتو الجو كي داير. المهم انا غادي ندير الفيزيتا وعاد باش غادي نتغداو، يلا خليكم معنا حتى الرجعه. كملت الفيزيتا ديالي خرجت، انا كنتسنى جاكمو غادي يجي دابا، ها هو جا هنا الشتيوة. ابري ابري اوكي بيتي بيتي اوكي فينيتو جاكمو فينيتو او مينوال غادا تون ساكو دي ميديسينا تاني الرام ديال الدواء الطبيب ديال البواسير الله يبعدهم عليكم الله يبعدهم عليكم، عرفتوا لا مشاو تشدوه لواحد مشكله تتكون هانيه ما عليك ما بيك تدي يطيحوا عليك
الله يطيحهم على العدو. اش قال هذاك العدو ما تحمليهمش ليه. المهم خايبين هاد السيمانه جاوني بالاعصاب، عصبت السيمانه بزاف، طلع لي الدم، تعصبت وما يجيوني. هذا هو السبب. مال الماكله كناكل ريغولاري كان زعما بخير، ولكن عارفه انا منين جاوني. المهم عطاني دواء اخر، رد لي عاوتاني الدواء اللي كنت كناخذ وداك الشيء باش نحيد الامساك. المهم الحمد لله قال لي ما كاين لا فتيح لا حتى شي حاجه، راه دابا يمشيو. ملي عاودت لي قلت لي راه الاعصاب، قال لي صافي انت عارفه الدواء ديالك دابا بلا ما نقول لك انا حتى حاجه. قال لي المهم الدواء راه هو هذا، عطي بالي انا ما غنشريش حتى هذا الدواء. الدواء يعني راه تيكون في ايدينا شي مرات، ما خاصناش نتعصبوا، ولكن ضروري ضروري احكام تيجي شي وقيت لي غادي تعصبي فيها. ما تعطلتش غنوري لكم سميتو الجو كي داير وسميتو الوقت شحال. هادو مشتو الوقت شحال، ورا كانت عندي الفيزيتا مع ثلاثة وقسمين، مع مشيت بكري قضيت كل شيء بكري وشتي وها هي خدامه. غنمشيو دابا للدار نتغدا. وصلنا للدار، وصلنا حالتنا، العدس ها هو سخنته مع برد، انتم كيف تشوفوا معايا هكا، وغادي نهزو الركرة كيجي رائع العدس بهذه الطريقة هذه بخضيرة ما كاين الشتي والبرد. دا هو وقته. ما غنحطش لينا جوج طباصل، غندير غير طبسيل واحد. قالت لي هاد الخضيره شوفوا كي تيجي ما شاء الله العدس. وهنا درت غير شويه ديال البقوله، ها هي كنت مجداها عندي سخنتها حتى هي، جاب جاكم وبالزربه مشى خرج البالكون جاب هاد الجرجير وصلنا حتى هو حطيناه. وغندير شويه ديال زيت الزيتون هكا. انا سخنت على واحد الخبيزه حتى هي، كنت مشاركه معكم هاد الخبز، بقات هادي هي الاخرى تنديروها في واحد المنديل وتنديرو في ميكا وتنخليه غير في الثلاجه عادي حتى يوجد حتى فين ما بغيتو. تنجبدو حيدا نسخن الفطور ولا هكا. تمنينا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو وهذا الروتين ديال هذا النهار. المعنات الفرشيطات توصلوهم بهذيك الطريقه المقراش، ما تخليوش يتراكموا فيه الاوساخ. شكرا لكم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه. يا